بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك القادر على الحج والجهاد. يبقى أن يقال. نعم. يبقى أن يقال. يبقى أن يقال فالبعض الآخر. يبقى أن يقال فالبعض الآخر، قد يكون شرطا في ذلك البعض وقد لا يكون شرطا فيه. فالشرط كمن آمن ببعض القرآن وكفر ببعضه، أو آمن ببعض الرسل عليهم السلام وكفر ببعضهم، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقد يكون البعض المتروك ليس شرطا في وجود الآخر ولا قبوله، وحينئذ فقد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق، وبعض شعب الإيمان وشعبة من شعب الكفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق رد المؤلف رحمه الله شبهة أهل البدع عموما في الإيمان، وأن شبهة أهل البدع عموما في الإيمان أن الإيمان شيء واحد، إذا زال زال جميعه، وإذا ثبت ثبت جميعه، وأنه لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص. رد المؤلف رحمه الله هذه الشبهة، وبين أن الأدلة دلت على أن الإيمان يتبعض ويتجزأ، وأن الإيمان الواجب على الإيمان واجب يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، يختلف باختلاف حال نزول الوحي من السماء وبحال المكلف في البلاغ وعدمه. فمن بلغه شيء من خصال الإيمان وجب عليه أن يؤمن به وأن يعمل به، ومن لم يبلغ يكون في عفو. فالأول يجب عليه ما لا يجب على الآخر، فدل على أن الإيمان يتجزأ ويتبعض ويذهب بعضه ويبقى بعضه ويزيد وينقص، ولا يلزم من ذهاب بعض خصال الإيمان أن يذهب الجميع كما يقوله أهل البدع من خوارج والمعتزلة والجهمية والكرامية ومرجعة الفقهاء. كل هؤلاء يقولون الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، إذا زال زال جميعه، وإذا ثبت ثبت جميعه. بين المؤلف رحمه الله أن هذه الشبهة باطلة، كذا قوله من الحقيقة إن الإيمان حقيقة مركبة، والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها، إن هذا باطل، وأن الحقيقة المركبة لا تزول بزوال بعض أجزائها بل تنقص. مثل الإنسان حقيقة مركبة، إذا قطع إصبع من أصابعه ما زالت حقيقة الإنسانية ولكن نقص، وكذلك العشرة إذا زال واحد منها بقيت التسعة ولا تزل. صحيح أن زال الاسم، والاسم قد يزول وقد لا يزول كما سبق، قد يزول الاسم بزوال بعضه وقد لا يزول، مثل الحبوب والثمار وغيرها. إذا ذهب شيء من الحبوب، عندك 100 كيلو من الحبوب يسمى حبوب، وإذا ذهب 50 كيلو يسمى حبوب أيضا، ما زال الاسم. يقول المؤلف رحمه الله بعد أن قرر هذا أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يتبعض ويتجزأ، وأنه لا يلزم من زوال بعض زوال بعض أجزاء، قال: وسبق أن الحديث، ساق المؤلف الحديث من حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأن إذا زالت شعبة الإماطة لا يزول الإيمان، بخلاف إذا زالت شعبة الشهادة، لأن أصل الدين وأساسه من الله يزول الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله: يبقى أن يقال فالبعض الآخر، قد يكون شرطا في ذلك البعض وقد لا يكون شرطا.
يعني إذا زال بعض خصال الإيمان أو بعض شعب الإيمان وبقي البعض، فهل يكون بعضها شرطا في صحة الآخر وجود الآخر أو لا يكون؟ قال المؤلف رحمه الله إن بعضها قد يكون شرطا وبعضها لا يكون شرطا. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها موقف الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذا زالت شعبة الإماطة ما يزول الإيمان، لأنها ليست شعبة إماطة، ليست شرطا، ليس شرطا في غيرها، بخلاف ما إذا زالت شعبة الشهادة، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فإنه يزول الإيمان، لأنها شرط لصحة الإيمان، بل لأن الشهادتين أصل الدين وأساس الملة. ومثل ذلك: ومن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، أو آمن ببعض الرسل وكفر ببعضهم. فالإيمان بجميع الرسل شرط لصحة الإيمان، فمن آمن ببعض الرسل وكفر ببعض فإنه لا يصح إيمانه، لأن من شرط صحة الإيمان الإيمان بجميع الرسل. وكذلك إذا آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض فإنه لا يكون مؤمن، لأنه يشترط في هذه الشعبة أن يكون الإيمان بجميع الكتاب. ثم ذكر الأدلة فقال: كقوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فالله تعالى حكم على من آمن ببعض الرسل دون بعض، حكم عليه بالكفر بجميع، لأن الرسل متضامنون دينهم واحد، فالمتقدم بشر بالمتأخر والمتأخر صدق المتقدم. ولا يمكن أن يوجد إيمان ببعض الرسل دون البعض، ولهذا فمن آمن برسول فإنه يلزم أن يؤمن بجميع الرسل، ومن كفر برسول قد كفر بالجميع. ولهذا قال الله تعالى في الكتاب العظيم: كذبت قوم نوح المرسلين، وهم ما كذبوا إلا واحد، كذبوا نوح، فجعل الله تكذيبهم لنوح لجميع المرسلين. كذبت عاد المرسلين، وهم ما كذبوا إلا هود، فجعل الله تكذيبهم لهود تكذيب جميع المرسلين. كذبت ثمود المرسلين، ثمود كذبت واحد هو صالح، لكن تكذيب الواحد تكذيب للجميع. كذبت قوم لوط المرسلين، وهم ما كذبوا إلا لوط. كذب أصحاب الأيكة المرسلين، وهم كذبوا شعيب، فجعل الله تكذيبهم للواحد تكذيب الجميع. فمن آمن ببعض الرسل وكفر ببعض الآخر فقد كفر بالجميع. فإذا يقول المؤلف رحمه الله: بعض شعب الإيمان قد يكون شرطا في البعض الآخر، وقد لا يكون شرطا، وقد لا يكون، قد يكون متروك شرطا وقد لا يكون الشرط. فإذا آمن ببعض الرسل وترك الإيمان ببعض الرسل لم يصح إيمانه، لأن المتروك شرط في صحة الإيمان ببعض الرسل. قال المؤلف: وحينئذ فقد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق، وبعض شعب الإيمان وشعب من شعب الكفر. كيف يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق؟ لأن الإيمان يتبعض ويتجزأ. فإذا كان الإنسان مؤمن بالله ورسوله، شهد لله تعالى بالوحدانية، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، صار مؤمن، وكان يصلي ويصوم ويحج ويبر والديه ويصل رحمه، صار مؤمن، وعنده شعب من شعب الإيمان: الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلاة الرحم. لكن مع ذلك يكذب في الحديث ويخلف الوعد ويخون في الأمانة ويفجر في الخصومة، فيكون هذه شعب من شعب النفاق. فيجتمع في الإنسان بعض شعب النفاق وبعض شعب الإيمان، ويجتمع في الإنسان بعض شعب الشرك مع التوحيد. فمن وحد الله وأخلص له العبادة وصلى وصام هذا موحد، لكن إذا حلف بغير الله، حلف بالنبي، هذه شعب صار مشرك، شرك أصغر من شعب الشرك، أو طعن في النسب، هذه بعض شعب الكفر، أو وناحى على الميت في الحديث الثاني: في الناس يهما بهم كفر، أو طعن في النسب والنياحة على الميت. صار اجتمع فيه بعض شعب الكفر وشعب الإيمان، ولا مانع من ذلك، يعني كون شعب الكفر توجد في المؤمن أو بعض شعب الشرك توجد في المؤمن لا مانع من ذلك، توجد فيه بعض شعب النفاق. إذا كان يكتب في الحديث: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة من كانت فيه خصلة من النفاق حتى إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خصم فجر.
فالمؤمن إذا كان يكتفي الحديث ويخون في الأمانة وفي الخصوم هذه بعض هذه شعب من شعب النفاق تجتمع مع الإيمان. لكن الذي لا يجتمع مع الإيمان الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر الذي يخرج من الملة والفسق الأكبر الذي يخرج من الملة والظلم الأكبر الذي يخرج من الملة هذا لا يجتمع مع الإيمان. لكن ما دون الشرك الأكبر من الشرك الأصغر والكفر الأصغر والنفاق الأصغر والكبائر تجتمع مع الإيمان فيكون الشخص فيه إيمان ونفاق ويكون في الشخص إيمان وشرك ويكون في الشخص إيمان وظلم ويكون في الشخص إيمان وفسق تجتمعان. هذا هو الذي دلت عليه النصوص وهو عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة. المرجئة يقول ما يمكن يكون في الشخص إيمان ونفاق ولا يكون في الشخص إيمان وشرك ولا يكون في الشخص إيمان وكفر لا يمكن. لماذا؟ لأنهم يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق فقط والأعمال لا يدخلون في مسمى الإيمان. فالكذب في الحديث ومثلا الحلف بغير الله هذه يقول هذه أعمال ليست من الإيمان ولهذا لا تجتمع مع الإيمان. الإيمان هو التصديق. وأما أهل السنة والجماعة فيقول هذه الأعمال من الإيمان. فإذا كذب في الحديث كان يكذب الحديث أو يخلف الوعد هذه من شعب النفاق يجتمع مع الإيمان. نعم وحينئذ وحينئذ فقد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق وبعض شعب الإيمان وشعبة من شعب الكفر كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا طمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. نعم هذا الحديث دليل على أنه يجتمع في المؤمن بعض شعب النفاق لأنها دون الشرك لأنها من النفاق الأصغر النفاق عملي النفاق نفاقان نفاق أكبر وهو هذا يكون في القلب هذا اللي يخرج من الملة كالمنافقين الذي كذبوا الله ورسوله ونفاق عملي وهي معاصي مثل كذب الحديث والخلف في الوعد والفجور في الخصومة والخيانة في الأمانة هذه تجتمع مع المؤمن وهذا دليل لأهل السنة على أن المؤمن يجتمع فيه الأمران. خلاف المرجئة يقول المرجئة فإنهم يقولون لا يمكن أن يكون في الشخص الواحد إلا إيمان أو نفاق أو شرك. الناس صنفان إما مؤمن وإما منافق إما مؤمن وإما مشرك ما يجتمع فيها إيمان وشرك خالف النصوص. وهذا الحديث أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا من كانت فيه خصلة من كانت في خصلة من النفاق حتى يدعها. قال العلماء في معنى الحديث إن هذه الخصال كل خصلة من هذه الخصال الأربع معصية وشعبة من شعب النفاق. الكذب في الحديث هذه معصية والخيانة في الأمانة معصية الغدر في العهود معصية الخصومة الفجور في الخصومة معصية كل واحدة معصية من المعاصي نفاق عملي. لكن إذا استحكمت في الإنسان وكملت جرته إلى النفاق الأكبر الذي يخرج من الله وهو إيش؟ وهو النفاق القلب. يعني إذا استحكمت وكملت تجره إلى النفاق الأكبر. أما هي معاصي النفاق العملي ليست كفر أكبر ليست نفاق يخرج من الله ولكنها معاصي إذا استحكمت في الشخص وكملت فإنها تجره إلى النفاق الأكبر. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. نعم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق. نعم هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره من النسائي والحاكم وهو دليل على أنه ينبغي على المسلم أن يحدث نفسه بالغزو وأن بالجهاد وأن يتعلم ويتمرن على تعلم الأسلحة في كل زمان بما يناسبه يكون عنده استعداد للجهاد. فإذا دعا الجهاد يغزو. أما يكون الإنسان ما يكون عنده إحساس ولا شعور ولا يحدث نفسه بالغزو هذه الشعبة من شعب النفاق
هو المراد بالنفاق الأصغر، نفاق العملي، نفاق الأصغر. فهذا دل على أن المؤمن قد يكون في شيء من النفاق، هو الشخص الذي لا يحدث نفسه بالغزو. وهذا في رد على المرجئة الذين يقولون لا يسمع في الشخص إيمان ونفاق. نعم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر رضي الله عنه إنك امرء فيك جاهلية. نعم. وأبو ذر رضي الله عنه من خيار المؤمنين، ومع ذلك صار في خصلة من خصال الجاهلية. وسبب ذلك أنه عير رجلا بأمة وهو بلال، فقال له يا ابن السوداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عيرته بأمة إنك امرء فيك في الجاهلية. وفي اللفظ الآخر أنه قال على كبري يا رسول الله، قال نعم. فأبو ذر من خيار المؤمن، ومع ذلك صار في خصلة الجاهلية. ما هي؟ كون عيره بأمة، عيره بأمة، يعني الإنسان ما يعير بأمه ولا بأبيه. الإنسان إنما يؤاخذ بعمله هو. الإنسان ما هو مرتبط بأبيه ولا بأمه، له عمله وأبوه له عمله وأمه له عمله. عبد الله بن أبي رئيس المنافقين نسأل الله السلامة، وابنه عبد الله بن عبد الله من خيار المؤمنين. فكون عيره بأمه هذه خصلة من خصال الجاهلية. فأبو ذر من خيار المؤمنين، ومع ذلك وجدت فيه خصلة من خصال الجاهلية، وهي كونه عيره بأمه ولا يضره هذا، لكن دليل على أنه يجتمع مع الإيمان بعض خصال الجاهلية، خلافا للمرجئة. المرجئة يقول لا، ما يمكن يجتمع، ما يجتمع الشخص إما مؤمن وإما منافق، وإما جاهل، إما مؤمن وإما جاهل، إما مؤمن وإما منافق، إما مؤمن وإما مشرك، ولا يجتمع فيه الأمران. فالصواب أنه يجتمع فيه الأمران، يجتمع فيه التوحيد والشرك والإيمان والنفاق والإيمان وبعض خصال الجاهلية، لكن المراد ما دون الشرك، ما دون الكفر الأكبر، فيه إيمان وشرك، يعني شرك أصغر كالحلف بغير الله أو قول ما شاء الله هو شئ، تسبب الخالق والمخلوق في المشيئة، يجتمع فيه بعض خصال النفاق الأصغر، يجتمع فيه بعض الكفر الأصغر كالطعن في النسب والنيحة على الميت، لا بأس، لكن إيمان وتوحيد وشرك أكبر لا يجتمعان، لا يمكن يجتمعان. إذا وجد الإيمان زال الشرك الأكبر، وإذا وجد الشرك زال الإيمان. وكذلك النفاق الأكبر، النفاق الاعتقادي لا يجتمع الإيمان، لا يمكن يجتمعان. فالمنافق لا يكون مؤمن، والمؤمن لا يكون منافق. إذا وجد النفاق ذهب الإيمان، وإذا جاء الإيمان ذهب النفاق. وكذلك الكفر الأكبر اللي يخرج من ملة كالتكذيب، وكفر التكذيب، وكذلك كفر الشك والظن أو كفر الإباء والاستكبار لا يجتمع مع الإيمان. وكذلك الظلم الأكبر وظلم الشرك لا يجتمع مع الإيمان. وكذلك الفسق الأكبر وفسق الكفر لا يجتمع مع الإيمان. إنما الذي يجتمع مع الإيمان الشرك الأصغر والنفاق الأصغر والكفر الأصغر، هذا هو الذي تدل عليه النصوص، وهذا هو الذي عليه السنة والجماعة خلافا للمرجئة. المرجئة بجميع طبقاتهم يقول ما يمكن يجتمع، ما يمكن يجتمع مع الإيمان شيء آخر من المعاصي، لا يجتمع فيه إيمان وشرك أصلا، ولا يجتمع فيه إيمان وكفر أصلا، ولا يجتمع فيه إيمان ونفاق أصلا، ولا يجتمع فيه إيمان وشيء من خصال الجاهلية. وسبب ذلك أنهم لم يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان، الأعمال أخرجهم من مسمى الإيمان. نعم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لم يدعوهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة والاستسقاء بالنجوم. نعم. الحديث الأول حديث أبي ذر رواه الشيخان، والثاني رواه الإمام مسلم وغيره كابن حبان والبغوي والحاكم وغيرهم. وهذا الحديث الثاني قل أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن، دليل على أن هذه الخصال توجد في المؤمنين، توجد. فالفخر بالأحساب من خصال الجاهلية، ويتعاظم على الناس بالآباء ومآثره، والطعن في الأنساب عيب الأنساب وذمها، هذه من خصال الجاهلية. والاستسقاء في النياحة على رفع الصوت بالندب على الميت وندب الميت، والاستسقاء بالنجوم نسبة السقيا والمطر إلى الأنواع والنجوم. هذه الخصال موجودة في هذه الأمة، قد توجد في المؤمن، قد توجد في المؤمن الاستسقاء بالنجوم، وجد في المؤمن كون نسبة
السقيا النجوم يعني على وجه السببية لأنه هو المؤثر. هذه توجد في المؤمن، قد توجد في المؤمن خلاف. وفي الرد على المرجئة الذين يقولون لا يجتمع مع الإيمان شيء من خصال الجاهلية. وهذه الخصال الأربع قال العلماء هذا الحديث يدل على أمرين. الأمر الأول أن هذه الخصال لا بد أن توجد في الأمة، لا بد واقع موجودة في الأمة، وهذا في علم من علام النبوة حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر ووقع كما أخبر. الأمر الثاني التحذير، تحذير الأمة من هذه الخصال الأربع، احذر من هذه الخصال الأربع. ليس المراد أن كل واحد من الأمة يفعل هذه الخصال، لا، بل المعنى أن هذه الخصال توجد في الأمة، فالرسول عليه الصلاة والسلام يحذرك أن تفعل هذه الخصال، احذر من هذه الخصال، اجتنبها لأنها معاصي، اجتنب هذه الخصال لا تكن ممن يفعلها. فالحديث يدل على الأمر، الأمر الأول أن هذه الخصال واقعة في الأمة لا بد أن توجد، وهذا علم من علام النبوة ودلائل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله حقا. الأمر الثاني التحذير، تحذير من هذه الخصال، كن ممن يحذر هذه الخصال ولا تكن ممن يفعلها، لأنه ليس كل أحد يفعل هذه الخصال، بل هذه الخصال توجد في بعض الناس دون بعض الآخر. نعم. وفي الصحيحين عنه أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وكذا كذا الحديث رواه الشيخان وغيرهما، فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الطعن في النسب يعني عيب الأنساب وذنبها وتنقصها، والنياحة على الميت البكاء برفع الصوت وتعالى ذبح الميت، هذه من الأعمال الكفرية. هذه تكون في المؤمن فيجتمع في الشخص كفر وإيمان لأنها كفر أصل، وهذا دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان خلافا للمرجئة الذين يقولون الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان ولا يكون الشخص إلا مؤمن أو كافر. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. نعم انتهينا من هذا. نعم. بعد. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. نعم. وهذا من القرآن الذي نسخت تلاوته لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. نعم. هذا الحديث كما ذكر المؤلف رحمه الله في الصحيحين لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم، يعني المعنى يكون الإنسان ينتسب إلى غير أبيه، يكون من قبيلة فذيل فينتسب إلى قبيلة مزينة، هذا كفر من كفر النعمة، يكون ينتسب إلى غير أبيه أو مثلا يسجل اسمه قبيلة أخرى غير قبيلته، هذا من الأعمال الكفرية، كفر بالنعمة، كفر الإحسان، إحسان آبائه وأجداده وانتسب إلى غيرهم. قال لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. يقول المؤلف هذا من القرآن الذي نسخت تلاوته، هذا كان آية تتلى ثم نسخت، لفظها لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم، رواه البخاري في الحدود عن عباس رضي الله عنهما في حديث الطويل قبيل وفاته، وفيه ثم إن كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم، هذه من الأعمال الكفرية، لكن لا تخرج من الله لأنه كفر أصغر، دل على اجتماع الكفر الأصغر مع الإيمان وأنه يوجد في الشخص كفر وإيمان، كفر أصغر خلاف المرجئة، ودل على الأعمال داخلها هو مسمى الإيمان. نعم. وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعي ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. هكذا عندك؟
النسخة الثانية ليس من رجل يدعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادعى قوما ليس منهم فليتبعوا مقاده من النار. الحديث رواه البخاري ومسلم الشيخان الإمام أحمد وغيرهم، لعله اختلاف في اللفظ. والحديث أيضا من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وعلى أنه يجتمع في الإنسان إيمان وكفر أصلا. قال ليس من رجل يدعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، هذه من الأعمال الكفرية، كون ينتسب إلى غير أباه وأجداده، ينتسب إلى قبيلة أخرى، هذا من كفر، من الكفر الأصغر، ولكن لا يخرج من الملة، فيكون في الشخص إيمان وكفر. ومن ادعى قوما ليس منهم فليتبوأ مقعدهم من النار، هذا وعيد شديد يدل على أنهم من الكبائر، ادعاء لسان لغير أبيه من الكبائر، وكذلك ادعاء قوما ليس منهم من الكبائر لأن توعد بالنار. وهذا في رد على المرجئة الذين يقولون الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان ولا يجتمع في الشخص إيمان وكفر. نعم. ومن ادعى ما ليس له، هما المرجئة يجيبون عن هذا الحديث يقول هذا كفر مجازي، ما هو كفر مجازي، ما هو كفر حقيقي. نقول القرآن ما في مجاز، القرآن كله حقيقة والسنة كلها حقيقة، ما في مجاز. نقول هذه كفر السنة كفر مجاز، الكفر الحقيقي الذي يخرج من الله، أما هذا ما يخرج من الله فهو كفر مجاز. نعم. وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. بعد انتهينا من ذا. نعم. ومن رمى رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا رجع عليه. نعم. هذا عندك في النسخة ساكتة من الأحسن، أو في دليل أن من رمى أحدا بالكفر قال يا كافر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليها إلا رجعت على قائلها، وهذا فيه الوعيد الشديد يدل على أن هذا من الأعمال الكفرية، يكون الإنسان يقول يا كافر أو يا عدو الله إن كان أهلا لها من رماه بها وقعت له، وإن لم تكن وإن لم يكن لها رجعت عليه، إلا حار عليه إلا رجع عليه، وهذا فيه التحذير من رمي الإنسان غيره بالكفر بغير دليل أو بغير تأويل، وهذا يدل على أن الشخص يجتمع فيه الإيمان والكفر الأصغر. نعم. وفي لفظ البخاري ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادعى قوما ليس منهم فليتبوأ مقعده من النار. نعم. وفي الصحيحين من حديث جرير رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ورواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. هذا الحديث في دليل على أن قتال المسلمين بعضهم مع بعض للهوى والعصبية من الأعمال الكفرية، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لكن لا يخرج من الملة، ما يخرج من الملة إلا إذا استحل القتال، إذا استحل قتل أخي رأى أنه حلال خرج من الملة، أما إذا قاتل للهوى والبغي فإنه يكون هذا من الأعمال الكفرية، لكنه كفر أصغر لا يخرج من الملة، فدل على أنه يجتمع في الشخص كفر أصغر وإيمان. أما القتال الذي حصل بين الصحابة فهذا ليس من هذا الباب، الذي حصل بين الصحابة قتال بتأويل لأن مجتهدون، فمنهم من أصاب فله أجران كعلي ومن معه، ومنهم من أصاب اجتهد وأخطأ كمعاوية وآل الشام فاتهم أجر الصواب ولهم أجر الاجتهاد، وعلي ومن معه لهم أجران أجر الاجتهاد وأجر الصواب، يعني هذا قتال عن تأويل، لأن علي ومن معه عمل بقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا لا تتبعوا، هذا قتال عن تأويل، قتال علي ومعاوية قتال الصحابة قتال عن تأويل ليس من هذا الباب، لكن القتال الذي يكون بين الناس من أجل العصبية والهوى والبغي هذا هو الذي ينطبق عليه الحديث لا ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا من أعمال كفرية
إن استحل قتل أخيه أو قتل المسلمين صار كفر أكبر، وإن لم يستحله لكن قاتله للبغي والهوى والعصبية فهذا يكون كفر أصلا. نعم. وفي البخاري رضي عن ولد البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. هذا تدل على عندك تكرار، الحديث هذا كرر مرتين، ما عند النسخة اللي عندنا الآن ما في تكرار إلا مرة واحدة، عندك الحديث هذا مرتين. هذا دليل على أنه لا يجوز إنسان أن يرمي أخاه بالكفر ويقول يا كافر، وإذا رماه إذا رماه بالكافر بالكفر وليس أهل لذلك رجعت عليه، وهذا من الأعمال الكفرية التي لا تخرج من ملة، فدل على أنه يسمح الشخص إيمان وكفر أصلا. نعم. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب. نعم. هذا الحديث رواه الشيخان وغيرهما، قل صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ صلى لنا، والمعنى واحد، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، وهذا في السنة السادسة من الهجرة لما ذهب النبي، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معتمرين، ثم بعد ذلك وقع الصلح بينهم وبين المشركين. صلى بنا رسول الله صلاة الصبح بالحديبية، الحديبية على حدود الحرم من جهة جدة على الحدود تسمى الآن الشميسي، صلاة الصبح بالحديبية على في إثر سماء من الليل، باللفظ على إثر سماء، والمراد بالسماء المطر يعني بعد مطر، على إثر السماء المراد بالسماء المطر يعني تلك الليلة لما صلى بهم صلاة الصبح وقد مطروا تلك الليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ أتدرون استفهام، والمقصود من الاستفهام حتى ينتبهوا ويتأملوا ويستعدوا للجواب، فيه إلقاء العالم على تلاميذه المسألة عن طريق الاستفهام حتى يتهيأوا ويستعدوا. أتدرون ماذا قال لكم الليلة؟ صاروا تشوفون ويستعدون. فقل الليلة هي دليل على أن الليلة يقال لها ليلة بعد صلاة الفجر، فإذا جاء الزوال يقال لها البارحة. قال أتدرون ماذا قال لكم الليلة؟ قال الله ورسوله أعلم. هذا في حياته، في حياته يقال الله ورسوله أعلم، أما بعد وفاته يقال الله أعلم لأنه لا يعلم الغيب عليه السلام، لكن في حياته ينزل عليه الوحي، قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكفر، هذا حديث قدسي لأنه من كلام الله لفظا ومعنى، قال هذا من كلام الله، هذا حديث قدسي من كلام لفظا ومعنى مثل القرآن، لكن له أحكام تختلف عن القرآن، القرآن يتعبد بتلاوته والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، القرآن لا بد فيه لا يمسه إلا المتوضئ والحديث القدسي يمسه غير المتوضئ. قال أصبح من عبادي مؤمن بكافر مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا من فضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا بنجم كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب بالكوكب. هذا في دليل على اجتماع الإيمان والكفر الشخص، والمراد بالكفر هنا كفر الأصل، إذا قال مطرنا بنوع كذا وكذا على وجه السببية يعني يعتقد أن الكوكب سبب في نزول المطر، والله هو المنزل المطر، لكن السبب الكوكب هذا شرك أصغر، لأن الكوكب مو سبب في نزول المطر. أما إذا اعتقد أن النجم له تأثير في نزول المطر فهذا كفر أكبر وخرج من ملة، هذا شرك في الربوبية. هذا في تفصيل، إذا قال مطرنا بنجم كذا أو بنوع كذا معتقدا أن للنجم تأثيرا في نزول المطر فهذا كفر أكبر وخرج من ملة لأنه شرك في الربوبية. وإن كان يعتقد أن المنزل المطر هو الله ولكن النجم سبب فهذا شرك أصغر وكفر أصغر، لأن النجم ليس سببا في نزول المطر، لم يجعل الله سببا. نعم.
وفي صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى ما قال ربكم قال ما نمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منها بها كافرين يقولون بالكوكب بالكوكب يقولون بالكوكب وبالكوكب وبالكواكب. جاب الروايات عندي وذكر الحسن رواه مسلم والنسائي في الاستسقاء وأحمد وغيره. قال راهم يقولون يقول وفيه يقولون بالكواكب وبالكواكب وهذه الرواية موافقة لما في نسخة الطاء ومنسخة على كل حال المعنى المقصود واحد بالكوكب وبالكواكب المعنى واحد فهي دليل على أن من قال بطردع بالكواكب فيها التفصيل السابق إن كان يعتقد أن الكوكب له تأثير في زال المطر فهذا شرك أكبر في الجميع الله لأنه شرك في الربوبية وإن كان يعتقد أن المزيل المطر هو الله والكوكب سبب فهذا شرك أصغر وهو دليل على اجتماع الشرك الأصغر والكفر الأصغر في المؤمن وهو دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان وفيه رد على المرجئة الذين يقولون الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان ولا يجتمع في الشخص الواحد إيمان والكفر. نعم. وقال ابن عبد يقولون بالكوكب بالكوكب ونظائر هذا موجودة في الأحاديث. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من السلف في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقوله فأولئك هم الظالمون وقوله تعالى فأولئك هم الفاسقون كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري وغيرهما. نعم المقصود من النقل عن ابن عباس في تفسير الآيات ومن لحكم منزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون أنه كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون فسق يعني كفر أصغر دون الكفر الأكبر وفسق أصغر لا يخرج من ملة وظلم أصغر لا يخرج من ملة وهذا يدل على أنه يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر وهو كفر الأصغر ويجتمع في الشخص الواحد إيمان وفسق وهو فسق الأصغر الذي لا يفسق المعاصي ويجتمع في الشخص الواحد إيمان وظلم وهو ظلم المعاصي وهذا في الرد على المرجئة الذين يقول لا يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر وإيمان وفسق وإيمان وظلم لأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. نعم. وهذا مشهور عن ابن عباس نقله عنه الأئمة أيها الأحبة في الله. صحيح. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي. الواحد إيمان وكفر وهو كفر الأصغر ويجتمع في الشخص الواحد إيمان وفسق وهو فسق الأصغر الذي لا يفسق المعاصي ويجتمع في الشخص الواحد إيمان وظلم وهو ظلم المعاصي وهذا في الرد على المرجئة الذين يقول لا يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر وإيمان وفسق وإيمان وظلم لأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. نعم. وهذا مشهور عن ابن عباس ونقله عنه الأئمة وهو ثابت صحيح وفي الرد على من قال من المعاصرين بعض من ألف وقال أنها لم يثبت عن ابن عباس هذا القول كفر دون كفر وظلم دون ظلم ودون فسق دون فسق وقال أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر يخرج من الملة كفر أكبر وفسق أكبر وظلم أكبر الصواب أن فيه تفصيل أنه قد الأصل أنه كفر أكبر وفسق أكبر وظلم أكبر لكن إذا حكم بغير منزل الله واستحل فاعتقد أن الحكم بغير منزل حلال هذا كفر أكبر في الملة أما إذا لم يستحله هو وإنما حكم طاعة الهوى والشيطان حكم للرشوة أو لأجل أن ينفع المحكوم عليه أو يضر المحكوم عليه فهذا شرك أصغر وكذلك إذا بدل الدين إذا بدل الدين وسن القوانين وحكم بغير ما أنزل الله في جميع شؤون الدولة في جميع شؤون المسلمين هذا تبديل للدين لكن إذا حكم بغير ما أنزل الله في قضية من القضايا أو في واقع من الوقائع طاعة الهوى والشيطان ويعلم أن الحكم بما أنزل الله واجب ويعلم أنه عاصي هذا كفر أصغر وفسق أصغر وظلم أصغر. نعم وهو دليل على اجتماع الكفر والظلم والفسق مع الإيمان وأن الشخص يجتمع فيه هذا وهذا خلاف المرجئة
نعم. الأصل الثاني أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف، فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أوجب بغض أعداء الله، كما قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه، وقال تعالى ما اتخذوهم أولياء. نعم. ما في الشاهد من الآية حتى تكمل ما اتخذوهم أولياء. نعم. ما كملت. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي والله عنك. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقد يحصل من الرجال نوع من موادتهم لرحم أو حاجة. إيش من الرجال أو لرجل؟ الرجال عندي ها؟ عندي في نسخة الطاء وقد تحصل للرجل موادتهم. كان هذه أحسن. نعم الأخيرة. نعم قد يحصل تحصل له. نعم للرجل. نعم والجنس لولا تصح لولا صار وتحصل للرجل المراد الجنس هو بمعنى الرجال متقاربا. وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فيكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله فيه قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وكما حصل من سعد بن عبادة رضي الله عنه لما انتصر لابن أبي نوبة لابن أبي لابن أبي لابن أبي الإفك في قصة الإفك. ابن أبي في قصة الإفك فقال لسعد بن معاذ رضي الله عنه كذبت لأمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. قالت عائشة رضي الله عنها وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملت الحمية. ولهذه الشبهة سمى عمر رضي الله عنه حاطبا رضي الله عنه منافقا فقال دعني يا رسول الله أضرب عنقها يعني أضرب في جواب الأمر دعني أضرب تأمل تجد فالأمر في جواب الأمر يجزى دعني أضرب تأمل تجد إسكان. نعم فقال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا إسكان أضرب عنق هذا المنافق أضرب عنق هذا المنافق. فقال له صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا. فكان عمر رضي الله عنه متأولا في تسميته منافقا للشعبة التي للشبهة التي فعلها. وكذلك قول سيد بن حضير رضي الله عنه لسعد بن عبادة رضي الله عنه كذبت لأمر الله لنقتلنه إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين هو من هذا الباب. وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدخشن منافق إن كان قال ذلك لما رأى فيه وإن كان بدون واو عندك بدون واو يقول في نسخة وإن الأمر سهل. نعم وإن كان قال ذلك لما رأى فيه من نوع معاشرة ومودة للمنافقين. ولهذا لم يكن المتهومون بالنفاق المتهمون
المتهمون. الله عنك. ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدا، بل فيهم المنافق المحض، وفيهم من فيه إيمان نفاق، وفيهم من إيمانه غالب، وفيه شعبة من النفاق، وكان كثير ذنوبهم بحسب ظهور الإيمان. ولما قوي الإيمان وظهور الإيمان وقوته عام تبوك. ولما قوي الإيمان وظهر الإيمان وقوته عام تبوك صاروا يعاتبون من النفاق. نعم. صاروا يعاتبون من النفاق على ما لم يكونوا يعاتبون عليه قبل ذلك. ومن هذا الباب ما يروى عن الحسن البصري ونحوه من السلف أنهم يسمون الفساق منافقين. أنهم سموا في نسخة أخرى يسمون عندك سم نعم أنهم يسمون طيب لا بس ماشي في نسخة أخرى سم طيب لا بس أنهم يسمون الفساق منافقين، فجعل أهل المقالات هذا القول مخالفا لأقوال الجمهور، إذ حكوا تنازع الناس في الفاسق الملي هل هو كافر أو فاسق ليس معه إيمان أو مؤمن كامل الإيمان أو مؤمن بما معه من الإيمان فاسق بما معه من الفسق أو منافق. والحسن رحمه الله عليه رحمة الله عليه لم يقل ما خرج به عن الجماعة، لكن سماه منافقا على الوجه الذي ذكرناه. نعم، هذا الأصل الثاني، أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف. سبق أول ما قرأنا أنه قال يبقى أن يقال في البعض الآخر قد يكون شرطا وقد لا يكون شرطا، يعني شعب الإيمان قد يكون بعضها شرطا في وجود الآخر وقد لا يكون شرطا، مثل شعبة الإماطة ما تصم من الإيمان إلا إذا وجد شعبة الشهادة. فالكافر إذا أماط الأذى عن الطريق ما يثاب، لكن يطعم طعمة في الدنيا إذا عمل أعمال الصالح، أو وصل رحمة ما تنفعه عند الله، لكن قد يطعم بها طعمة أو يخفض عنها، لكن ما تنفعه في النجاة من العذاب من النار لأنه لم يأتي بالشهادتين. لكن المؤمن الذي يأتي بالشهادتين بالإيمان تنفعه شعبة المطعم إذا عمل أعمال الطريق، ينفع صلته للرحم. فشعب الإيمان قد يكون بعضها شرطا في الآخر وقد لا يكون. فشعبة الشهادة يشترط في صحتها كونها من الإيمان شعبة الشهادة، وشعبة الشهادة لا يشترط في صحتها شعبة الإماطة. ثم قال الأصل الثاني أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف، إذا كانت قوية تتلازم مثل ما مثلنا شعبة الشهادة وشعبة الإماطة. فإذا قوي ما في القلب، يقول المؤمن فإذا قوي ما في القلب من التصديق، يعني التصديق بالله والمعرفة والمحبة لله ورسوله، أوجب بغض أعداء الله. إذا قوى إيمان الشخص ومعرفته بالله ومحبة الله ورسوله أوجب له بغض أعداء الله، وإذا ضعف الإيمان ضعفت المحبة لله ورسوله صار ما يبغض أعداء الله حتى يصل به إلى الكفر. فإذا لم يبغض أعداء الله وحل في قلبه المحبة وأعداء الله صار كافرا، زال الإيمان. لا، الإيمان لا بد فيه من بغض، من بغض الكفار، بغضهم، فمن لم يبغض الكفار فلا يكون مؤمنا. لا يصح الإيمان إلا ببغض الكفار ومعاداتهم، فمن أحب الكفار في قلبه محبة دينية لدينهم فهو كافر ولا يفعه الإيمان بالله. لا يجتمع، لأن الإيمان لأن هذا كفر، ولا يجتمع الإيمان والكفر. فلهذا استدل المؤلف رحمه الله بالآيات التي تدل على أن بغض الكفار لا بد منه فيما لا يصح الإيمان إلا به. قال الله كما قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء. لو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذوا كفار أولياء، أولياء يعني محبوبين يحبونهم لدينهم ويوالونهم ويودونهم. فمن اتخذ الكفار أولياء يحبهم لدينهم فهو كافر بالله ورسوله، وإيمانه باطل فاسد، إيمانه فاسد، لأن الإيمان لابد فيه من شيء، الولاء والبراء. وهذا موجود في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هي ولاء وبراء. البراء لا إله، براءة من الشرك
وبراء من كل معبود سوى الله، وبراء من كل عبادة سوى الله، لا إله إلا الله، هذا الإيمان بالله. فمن لما يتبرأ من الكفار والمشركين واليهود والنصارى والوثنيين ويبغضهم لدينهم فليس بمؤمن. من أحب الكفار أو اليهود أو النصارى والوثنيين لدينهم فهو كافر، ولو كان يصلي ولو كان يصوم ما ينفعه صوم. ولهذا قال الله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء. إذن ضد اتخاذهم أولياء ينافي الإيمان، الإيمان يلزم منه عدم اتخاذهم أولياء. وقال تعالى في الآية الأخرى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم برحمه. لا تجد المؤمن بالله واليوم الآخر يواد المحاد الله ورسوله هو الكافر. مودة يعني محبة لدينه لا يستمع. فالإيمان بالله واليوم الآخر ينافي محبة الكافر لدينه، ومحبة الكافر تنافي الإيمان بالله. يقول المؤلف رحمه الله: وقد تحصل للرجل موادته لرحمة أو لرحب أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به الإيمان. قد يحصل الإنسان مودة للكافر لكن مودة دنيوية ما هي دينية، مودة لأجل القرابة اللي بينه وبينه أو لحاجة بينه أو معاملة بينه وبينه، هذه لا تنافي الإيمان، هذه تكون ذنب، تكون ذنب لكنها لا تكون كفرا. مثل المؤلف رحمه الله بقصة حاطب بن أبي بلتعة، وممن شهد بدرا كتب إلى الكفار يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى عاتب حاطب وأنزل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة فقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. فحاطب كتب متأول يريد أن يجعل يتخذ يدا عند الكفار يحمون بها عشيرته وماله، ما كتب ذلك محبة لدينهم لا، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عاتبه واعتبرها ذنب، هذا ذنب، ولكنه لا يكون كفرا من الملة لأنه ما أحبهم لدينهم. ومثال ذلك ما حصل لسعد بن عبادة سيد الخزرج لما انتصر لابن أبي أبي في قصة الإفك، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر وقال: من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي خيرا. في قصة عائشة لما رموها بك وهو على المنبر، فقام سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله نحن نعذرك إن كان منا معشر الأوس فمرنا نضرب عنقه، وإن كان من أخوان الخزرج مرنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة فقال ينتصر عبد الله بن، قال: والله لا تقدر على ذلك، والله لا تقدر على ذلك. فقال لسعد بن معاد قال له: كذبت، والله لا تقتل ولا تقدر على قتله. يقول سعد بن عبادة لسعد بن معاد: قالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية. سعد بن عبادة لما قال هذا الكلام من باب الحمية للخزرج، يعني الأنصار الأوس والخزرج، فسعد بن عبادة سيد الخزرج وسعد بن معاذ سيد الأوس. فلما قال سعد بن معاذ: يا رسول الله إن كان من إخوان الخزرج مرنا فيه، فقال سعد بن معاذ: كذب، والله لا تقتله ولا تقتل على قتله. قالت عائشة: وكان قبل ذلك رجل صالح ولكن احتملته الحمية من أجل الحمية. فهذا كونه يدافع عن عبد الله بن أمي ابن أبي هذا من باب الحمية لا لأجل كفره، فلذلك صار معذور في هذا، ما لم يكن كافرا بهذا الكلام. ولهذا لهذه الشبهة يقول المؤلف: سمى عمر حاطبا منافقا. قال عمر للمنافق: دعني يا رسول الله لحاطب دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. قال من باب التأويل، أما لو قال يا منافق من باب الهوى والعصبية يصير هذا مثل ما جاء في الحديث، إذا قال يا أخي يا كافر فقد باب أحدهم. أما إذا قال من باب التأويل غيرة لدين الله فلا يكون مثل ما قال عمر. ولهذا عذر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وقال إنه شهد بدرا. يقول المؤلف: فكان عمر متأولا في تسميته منافقا للشبهة التي فعلها. عمر متأول لما قال المنافق للشبهة. ما هي الشبهة؟ الشبهة أنه كتب كتاب المشركين، هذه الشبهة جعلت عمر يتأول وكان عمر معذورا، والنبي صلى الله عليه وسلم عذر عمر
في رمه حاطب بالنفاق، وعذر حاطب لكونه صادقا. وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة لما قال سعد بن عبادة والله لا تقتله ولا تقدر على قتله، قام أسيد بن حضير وقال كذبت، يعني سعد بن عبادة كذبت لأمر الله لا تقتلنه إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين. قال أسيد بن حضير هذا معذور متأول، لأن سعد بن عبادة دافع عن عبد الله بن أبي، فكان أسيد بن حضير معذور في ربه في رمه بالنفاق، وإلا أسيد بن عبادة مو منافق، لكن أسيد بن حضير رماه بالنفاق متأولا، فكان كل منهم معذورا. سعد بن عبادة معذور لأنه احتملته الحمية ولا يريد الدفاع عن المنافقين لنفاقهم، وأسيد بن حضير معذور في رمه بالنفاق لكونه تكلم لكونه جادل عنه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله هو من هذا الباب. وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن دخشم منافق في قصة عثمان بن مالك لما جاء زاره النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وصلى عنده ركعتين في الضحى وحبس على خزيرة، تكلم الناس في مالك بن دخشم فقال بعضهم إنه منافق لا يحب الله ورسوله، فهم معذورون في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس قد قال لا إله إلا الله؟ قالوا يا رسول الله الله ورسوله أعلم، لكن نرى وجهه للمنافقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عذرهم في قوله إنه منافق لأنهم متأولون. قال المؤلف رحمه الله ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدا. المتهمون بالنفاق أنواع، النوع الأول فيهم المنافق المحض الخالص يقول المؤلف، وفيهم هذا النوع الثاني، وفيهم من فيه إيمان ونفاق، وفيهم من إيمانه أكثر من نفاقه، وفيهم من نفاقه أكثر، وفيهم من إيمانه كثير وفيه شعبة من النفاق. إذن المنافقون طبقات أقسام، فيهم المنافق المحض الخالص، وفيهم من يوجد عنده الإيمان ثارة ويزول عنده الإيمان ثارة، وفيهم من الإيمان أكثر من النفاق، وفيهم من فيه النفاق أكثر. ولهذا قال الله تعالى في كتابه هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. إذن هم عندهم كفر غالب أغلب من الإيمان. قال المؤلف رحمه الله ولما قوي الإيمان وظهر الإيمان وقوي عام تبوك صاروا يعاتبون من النفاق على ما لم يكونوا يعاتبون عليه قبل ذلك. لما قوي الإيمان في السنة التاسعة من الهجرة وغزى النبي صلى الله عليه وسلم تبوك وقوي الإيمان وظهر، صاروا يعاتبون على ما لا يعاتبون عليه قبل ذلك لظهور الإيمان وقوته وزوال الجهل، بخلاف قبل ذلك فإنهم لا يعاتبون على ما يخفى. يقول المؤلف رحمه الله ومن هذا الباب ما يروى عن الحسن البصري ونحو من السلف أنهم سموا الفساق منافقين، فجعل أهل المقالات هذا قول مخالف للجمهور، يعني تسمية الحسن البصري وجماعة الفساق منافق هذا قول لكنه مخالف للجمهور. الصواب أن الفاسق ما يسمى منافق، الذي يسمى منافق من فعل ما سمي في النصوص منافقا، مثل كذب الحديث والخلف الوعد والفجور في الخصومة وخيانة الأمانة. أما فعل المعصية فهذا يسمى فاسق، فعل كبيرة ويسمى فاسق ولا يسمى منافق. لكن الحسن البصري وجماعة يسمونه منافق. يقول إذا حكوا تنازع الناس في الفاسق الملي، الفاسق الملي الذي هو داخل في ملة الإسلام، هذا يقول فاسق ملي داخل في ملة الإسلام، هل هو كافر أو فاسق ليس معه إيمان، أو مؤمن كامل الإيمان، أو مؤمن بما معه من الإيمان، فاسق بما معه من الفسق، أو منافق؟ كم قول أقوى؟ القول الأول الفاسق الملي تنازع الناس فيه، القول الأول كافر، هذا قول الخوارج والمعتزلة. يقول الخوارج يقول يكفر، والمعتزلة يقول يخرج من الإيمان، هذا فعل المعصية. بعضهم يقول هذا قول الخوارج، هل هو كافر؟ هذا قول الخوارج. القول أو فاسق ليس معه إيمان ولم يدخل في الكفر، هذا قول المعتزلة. أو مؤمن كامل الإيمان، هذا قول المرجع. أو مؤمن بما معه من الإيمان، فاسق بما معه من الفسق، هذا قول أهل السنة والجماعة. أو منافق، هذا قول الحسن البصري وجماعة. كم قول صافي؟ خمسة أقوال في الفاسق الذي يفعل الكبيرة كالزنا والسرقة والخمر. القول الأول أنه كافر، هذا قول من؟ الخوارج، خرج من الإيمان ودخل في الكفر. القول الثاني فاسق ليس معه إيمان، خرج من الإيمان وندخل في الكفر، هذا قول من؟ معتزلة. القول الثالث مؤمن كامل الإيمان، هذا قول المرجع الجهمية. القول الخامس الرابع مؤمن بما معه من الإيمان، فاسق بما معه من الفسق، هذا قول السنة والجماعة.
القول الخامس أنه منافق هذا قول الحسن البصري وجماعة. والصواب من هذه الأقوال القول الرابع أنه مؤمن بما معه من الإيمان فاسق بما معه من الفسق. قال المؤلف رحمه الله والحسن رحمه الله لم يقل ما خرج به عن الجماعة لكن سماه منافقا على وجه الذي ذكرنا لأنه قول من الأقوال وإن كان خلاف الصواب. وفق الله الجميع لطاعته وثبت الله الجميع وصلى الله على محمد وآله وسلم.